السلام عليكم كل متابعي انور فلوغ. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد حول الساف والتغيير اللي راح يكون في الشهر المقبل اللي هو شهر اكتوبر. هل حقيقه ان الايمال اللي راح تخلف الساف راح يكون هناك توقف في هذه الفتره؟ هل سيكون هناك تغيير في السياسه؟ مثلا الناس اللي راهم داخلين اوروبا بطريقه شرعيه راح يعطوهم الاقامه، والناس اللي داخلين اوروبا بطريقه غير شرعيه مش راح يعطوهم. هل التغيير هذا راح يأثر بنسبة كبيرة عن الجماعة اللي راهم دايرين اكتيفيدات وما راهمش يكوتيزو؟ هل سيكون هناك صعوبة؟ هل ستطول المدة؟ أولا باختصار شديد نحب نقول لكم أن بالتنسيق مع خبراء ورجال قانون ومختصين في هذا المجال، أولا الحاجة الأولى اللي لازم تعرفوها أن التوقعات هي مجرد توقعات. التوقع الأول والقائم بشدة أن المدة راح تكون قصيرة، يعني راح يعالجوا الملفات بسرعة ومش راح يتبعوا هذا النظام القديم، لأن النظام هذا القديم خلق مشاكل كبيرة وكبيرة جدا في كل نقاط السافة. الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي دارين أكتيفيدات، قانون أكتيفيدات هو أكيد سيبقى، ولكن من الأحسن، وهذا أيضا حتى في القانون القديم أنا دائما نوصي أن من نهار تفتح في أكتيفيتي تبدأ تكوتيزي. إذا احنا هذه النقطتين كملنا معها. النقطة الثالثة اللي هي والمهمة، الناس اللي داخلين بالفيزا وبلا فيزا، التوقع هو يقول والمنطق أن سياسة البرتغال سوف تبقى كما هي من هذه الناحية، وممكن تتغير ممكن، لكن التوقع القائم بشدة وبنسبة كبيرة هو أن راح تبقى السياسة كما هي، لكن راح يكون هناك تدقيق وتحقيق أكثر، وراح يتبعوا سياسة حماية المهاجرين أكثر والتجارة بالبشر. يعني ممكن جدا ممكن جدا ممكن جدا راح يكون هناك، أو خليني نقول بالأحرى والأصح أن راح يبعدوا على الخداع، وراح يبعدوا على الناس اللي تحتال بهذا القانون الجديد. هذا متوقع ايضا، وراح يكون التسجيل متوقع ايضا راح يكون في مكاتب الشرطه. هذه كلها توقعات قائمه، وان اصبت فهو من عند الله، وان اخطات فهو من نفسي، ونتمنى ايضا انكم تعذروني وتقدروا هذه المجهودات اللي نقوم فيها اللي نقوم بها. انا فقط راني ندير في البوسيبل تاعي باه نقدر نعاونكم، باه نقدر ننصحكم، باه نقدر نوجهكم، باه نقدر نوعيكم ان شاء الله. وربي يوفق الجميع، وما تنساوش دائما وابدا كان معكم اخوكم انور فلوغ من قلب الحدث، وباذن الله اني لكم من الناصحين. واي انسان عنده اي استفسار او اي سؤال يجيني على الانستغرام، الانستغرام تاعي هو انور فلوغ. ومرحبا بالجميع، ودرك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.